أعلنت الحكومة المكسيكية موافقتها النهائية على تسليم بارون المخدرات الشهير التشابو إلى الولايات المتحدة مقابل تعهد واشنطن بعدم تنفيذ عقوبة الإعدام بحقه. ويتابع خواكين غوزمان المعروف باسم التشابو، وهي كلمة إسبانية معناها الرجل القصير، يتابع بالكثير من التهم في الولايات المتحدة، من بينها الجريمة المنظمة وحيازة الأسلحة وتبييض الأموال والاتجار بمادة الكوكايين المخدرة. وكانت السلطات المكسيكية قد تمكنت قبل 4 أشهر من القبض مجددا على إمبراطور تجارة المخدرات في البلاد، وذلك بعد هروبه من السجن عبر نفق تم حفره في الحمامات. وقال إيرلي غوميز المدعي العام في المكسيك بأن أحد الأسباب التي ساعدت في القبض على التشابو أنه كان قد اتصل بممثلين ومنتجين على أمل إنتاج فيلم سينمائي عن حياته. جدير بالذكر بأن التشابو كان مطلوبا في المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية مع رصد جائزة 5 ملايين دولار أمريكي لمن يقبض عليه.